مرحبا. مع انتشار فيروس كورونا بالعالم بطلت الناس تقدر تفرق بين إصابتها لا سمح الله بالفيروس وبين إصابتها بالأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا. بهذا الفيديو بدي أحكي لكم شو وجه الاختلاف بين الإصابة بالمرضين. أول شيء طبعا المصابين بالإنفلونزا بتكون الحرارة متوسطة، ولكن بالكورونا بتكون عالية جدا. وأيضا المصابين بالإنفلونزا بيكون مصحوب بسعال مع بلغم، ولكن بالكورونا بيكون السعال جاف. أيضا المصابين بالإنفلونزا بحسوا بإرهاق متوسط، ولكن بالكورونا بيكون حاد ودائم. وطبعا أيضا المصابين بالإنفلونزا بيكون في عندهم صداع متوسط، ولكن بالكورونا أيضا بيكون حاد ودائم. وبيكون مصحوب مع الإنفلونزا التهاب بالحلق شديد، بينما الكورونا أبدا غير موجود. وطبعا المصابين بالإنفلونزا بيكون عندهم العطاس متوسط، ولكن بالكورونا غير موجود أبدا. وطبعا الأعراض بتظهر في مرض الإنفلونزا بعد 24 ساعة، بينما الكورونا بدها أسبوعين لتظهر. والتعافي من الإنفلونزا بعد أسبوعين، ولكن الكورونا غير معروف. بالنهاية متابعينا بدنا نتمنى السلامة للجميع. مني أنا سالي فريتخ ومن طقس العرب، لكم كل الاحترام. إلى اللقاء.